مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوفي في مباشره معكم من هذه المنطقه اللي ما كتعرف لا عيد لا عواشر، هو مستجرات بنورج. طوابير انتظار دائما كل يوم وكل سنه وكل شهر، يعني اماكن ما تعرفوش لا عواشر لا والو، هما مستجرات ابن رشد. شوفوا الناس كيف تنتظر باش تدوز. يعني طوابير الانتظار ما بغاش زعما هاد البلاصه يعفو عليها الله سبحانه وتعالى من هاد، يعني كتلاحظو يعني هاد المشاهد اللي الناس عيالها الكنسين والرجال الكبار، راه يوم العيد الاضحى وغتلقى الناس هنا متكين وناعسين، يعني كيتسناو كل صف زعما لداخل راه بوحدو. مشاهدينا الكرام مباشره معكم من امام مستعجلات ابن رشد، واحد المكان اللي ما تعرف لا رمضان لا عيد لا اعياد لا شي حاجه، دائما الناس كتنتظر هنا حتى الصباح. مشاهدينا الكرام الى هنا ينتهي هذا البث، والى اللقاء. كنتمنى من المسؤولين انهم يشوفوا على اعتبار الناس اللي كتنتظر.